الله يديك العافيه يا ابو احمد. يخليك ابو احمد. ايه التقوى دي؟ دي كل سنه وانت طيب بمصر الوسطى ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اخر فخامة. دي لها كثير مزروعه ابو احمد كده؟ دي ممكن لها حوالي 70 يوم. 70 يوم؟ يعني عن التقاوي ممكن تاخذ لها 30 يوم ثاني. بس تقاوي يعني ايه؟ بص بسم الله ما شاء الله الاخر غرفة ما فيش حاجة شايبة ولا بسم الله ما شاء الله. عاوزين ننصح اخواننا برضه اللي مزارعين زرع اول ما يبتدي يسحب الحريرة يطلب من مية شوي. كل ما الزرع يقرب مية ويطلب من مية وما يخافش. ما دام سحب الحريرة وقابل القنديل يتك عليه شوية في المية في العبوة ويقرب المية. فيش حكايه الثمان ايام ولا 10 ايام دي، بس على برض الميه زادت على حسب من سوق صرف الميه وما استرخصش في التقاوي. المنتزه ده هنقصن صرف كير ما بلدي. هذا البلد يا عم الحاج. ده اللي بيجورنا الناحيه الثانيه ده بلدي. ده البلد احترفتين بس هو نفس رامي نفس من التقاوي بس دي. دي النقصان يا عم شوف لهم كيلو اثنين هناك هذا ترى من التقاوي. طيب يا ابو احمد معلش الفدان ياخذ كم كيلو يعني من التعليجيك ده؟ هذه مصر الوسطى وهذا البلد. شوف الفرق. تمام شوف الفرق. احنا نقول لك ال 5 كيلو ده ب 100 جنيه. وال 5 كيلو ده ب 1500 جنيه. بس ابو 1500 ارخص من ابو 100. في الانتاج. هذه دي غلايه ودي غلايه. شوف الفرق. فرق شاسع طبعا. دي غلايه. ودي غلاية. واحنا هنا لسه على المشاة يعتبر في السموم. تعال جاي. بسم الله ما شاء الله. تعال يا ابو احمد. ما شاء الله. تمام. بص هذا الزرع ابتدى يعبر. طيب يا ابو احمد ياخذ كم كيلو قلنا الفدان يا اخي؟ انا دي هذه 14 جرام. رميتها ب 4 كيلو. 4 كيلو. هذه بص الكثافة كمان وبص الجمال لا طلعت ولا حطيت لها ثاني. ما شاء الله. بس أهم حاجة الخدمة بتاعت الأرض يكون الأرض تمام وهو في المية الأولى في البوغة ما يحبش مية التقاوي. تتبلبل يعني حتى لو حتعبيها شوية شايف الأرض حموانة تبقى واقف عليها الحوض اللي يتعبى السد منه. فشوف هذه بص هذه أحسن حاجة في البلد أعتبرها. دي. شوف الفرق ده من ده فرق شاسع يا اخي. شوف ده هذا احسن قنديل في البلد. هذا شوف فرق شاسع من ال لكن بص هنا الفرق ازاي. الانتاج مرفوع. خمس اضعاف 10 اضعاف زي ما تقول قول. كلام جميل. يعني اللي يزرع يزرع مصر الوسطى. مصر الوسطى. انا سلفت السلام فيوتشر تقوى ممتازه. بس التقوى دي اعلى. دي اعلى من الفيوتشر. اعلى من الفيوتشر. بالتجربه. ايوه. طب امتى يبدا الواحد يطمن الزرع ميه يا ابو احمد هنا؟ الزرع مجرد ما سحب الحريره والزلزاع الفوقانيه. يمشي كل ميه تزيد شويه تزيد شويه. بص يعني انا شايفك هنا اول ميه شايفك مطمن. اول ميه تنشف الكتاف هنيك الميه دي تلحق هرك الميه. يعني هنا بقى انت موصل الميه لكل الايه؟ اني بص الزرع عاد رمى مهلوب وين؟ بص بيحك فوق شايفه؟ هذا خلي الزرع ده يرمي هلوب كل ما الزرع ايه؟ كل ما تديه ميه كل ما يرمي هو هلوب. جمال خلي ربع عيال. جميل. طول ما رمى الحريره خلاص طمن ميه. تمام ادي ده ورغم ما صاحبنا ده قلت له ما توركش تمام؟ وهذا العراق حتى ليه؟ هو الوريق غلط للشامي؟ غلط ثم غلط. يا سلام. طب ايه يعني عيوبه يا ابو احمد يعني ايه يعمل؟ الوريك ده فارده. فارده. وهالزرع معبي. ما شاء الله. تعرف نشوفه في فار ثاني ولا ايه؟ طب ده تقومه بايه فارده؟ في حلف من غربة يتحش يتنظف. وبشو سم. سم لي اللي هو الطعم اللي بتاع ال بتاع غمس القمح. الطعم. بسم الله ما شاء الله. طيب يا ابو احمد انت اديك المسافه بين الجوره والجوره لما جيت تزرع تزرع يعني كم غلايه في الجوره وبين الجوره والجوره كم؟ فلاليت او اثنين. بص غزه فردي وغزه جوز يرفعها 30 سم. 30 سم بين كل جوره وجوره. ايوه مش عايهم يعني برضه ايه لو قربت بس اهم حاجه مش تخلي الغزه ثلاثه واربعه. لان شايفها؟
هذه الثلاثة راح نطرنها. ثلاثة. نطرنها. فلا يعني اثنين أو واحدة. اثنين أو واحدة. في منتزه معانا خف شوية. تمام. بص. هذه مصر الوسطى دي. هذه أقرب حاجة عشان الظل ده متأخر علينا. ده بعديكم. بص هذه مصر الوسطى وهذه البلدي. في نفس الأرض ونفس السرابة وهو المزارع واحدة. ونفس الخدمة وكل نفس حاجة. نفس الكيفية. لكن نشوف الفرق بقى في الانتاج. ايوه تعال جاي. هنا سراب واحده. سراب واحده بلدي. واللي جواها مصر. ما شاء الله ما شاء الله. وقلنا عمر الزرع ده 70 يوم. تعال شوف الفراريد. 70 يوم. ملقط الفراريد. هنا كل ما يكون خفيف كل ما يكون افضل. ولما الواحد يجي يخف لو عايز يفل يفل بعد الميه الاولى. بعد الميه الاولى. ايوه عشان الزرع ياخذ وضع من الاول. عشان من البدايه الزرع يكون ايه؟ بص. بعد الميه الاولى. شايف الفردية؟ ما شاء الله ما شاء الله. المنتزه بخف شويه. تعال شوف. بص تعال قبل. شايف؟ ما شاء الله. كل ما يخف كل ما يديك انتاج اعلى. بص دول شربان شرب الميه اللي فات. بص تصروا تصروا. ايوه يعني موضوع الميه المنتظمه دي هي مهمه جدا جدا للزرع. بص برضه لو هترمي مع الكف الكبير كف لما يكون غليظ يقول لك قال احنا عن ما شاء الله. هذه الفراريد. بص كده يا بيحيى شايف البنديل بيطلع النبي. ما شاء الله ما شاء الله. وادينا بص الجو الموز الوقت اللي احنا فيه عشان الجو صعب جدا. في ناس رميها بص يسقيه في الميه مره واحده والبر كدك ده نفس التقاوري هكدك ده ما فيش جناديه. والله العظيم ما اشرب الخمس ايام واربع ايام. يعني الميه اهم حاجه الميه في الوقت الحر الشديد ده 200%. يا عشان الانتاج. عشان الواحد قبل ما يزرع الشمس العروه دي يكون متاكد من ميته موجوده تحت في اي وقت. في اي وقت يسقي. يخليه شعبش يعتبره وحده. ما شاء الله ما شاء الله. طيب ابو احمد مصر الوسطى دي على كم يوم يعني تنهي النبات و... من 100 ل 110 من 100 ل 110 يوم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. عالدار عيلها هذول من انت هتكشف. صح حتى لسموم داري نفسها فعلا فعلا. ما شاء الله حاجة عظيمة والله. صراحة نوع ممتاز فوق الممتاز ومتهيألي مقاومة للفيوتشر يعني يعتبر اعلى من الفيوتشر. لا هي بالنسبة لتقال حكومة على تقاوي اللي هي مصر الوسطى دي. وانت في الفيديو اللي فات برضو كنت كلمتنا عليها و ايوه قلت لك اعلى حاجة مصر الوسطى ما كنتش ما لقيتهاش. توفير التقاوي هو اللي هيخدمني. واحنا لو الوزارة توفر لنا التقاوي في الوزارة احسن من احنا نشربه من كف غيرنا. في بعض منيها ب 1200 وفي بعض ب 1300 وفي بعض ب 1500. يا يعني في الفروق. يعني ما شاء الله ما شاء الله. صح بسم الله ما شاء الله. دي مصر الوسطى يا جماعه و70 يوم. طب يا ابو احمد يا اخي بالنسبه للتسميد يعني